مرتين فقط في التاريخ بركلات الترشيح. الطليان بكاو في المرة الأولى وبكاو في رونالدو مراوغة فنية. انطلق الظهير الأيسر يسار فرنسا ولا يمين يسار أسمو الأمريكيان والفوز بثنائي منتصر حيان بكاو. العالم والدنيا في هذه اللحظات لا مفاوضات. يا مخرج راك كبير يا مخرج راك جيبون المخرج من أين؟ هذا مكير هذا خبيث. سكالوني تفوق في ثلاثة أرباع الدقائق. هوغو لوريس اليوم كان ممكن يكون أول قائد فريق في التاريخ يربح العودة. كرة ترجع تشواميني حلوة ولكن في قبال الكرة. يقابلها منتخب فرنسي قاسي دييغو ليو ليو مارادونا بين أرضنا الأرجنتينا. مالا مبابي مالا كيليان. الخلافة موصولة الخلافة وصلت. خطأ كبير من المدرب وقت اللي يخرج باكرمان خوان الرومان.